بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في قناتنا. إذن تحضيرا دائما للتقييمات والفرد الأول في رياضياتنا الثانية متوسط، راح نديروا هذه التمارينات خفاف، يعني منها نتعلموا الحل ومنها نزيدوا نفهموا ونستوعبوا أكثر وأكثر. يلا، هات القيمة المقربة إلى 1/100 بالزيادة لحاصل قسمة 145 على 6. إذن كيفاش نديروا؟ نديروا 145 نقسموها على 6، ويلا نقسموا 14 قسمة 6 فيها 2 في 6 12، هذه 14 نقص منها 12 تبقى لي 2، نزل 25 قسمة 6 فيها 4 24، إذا 4 في 6 24، 25 كي نقص منها 24 تبقى لي 1. هنا ما عنديش واش ننزل، ندير فاصلة أضيف الصفر. 10 قسمة 6 فيها 1 في 6 6، 10 كي نقص منها 6 تبقى لي 4 أضيف الصفر. 40 قسمة 6، إذا 40 قسمة 6 يساوي 6، 6 في 6 36، 40 كي نقص منها 36 قالي 4 أضيف الصفر. لاحظوا هنا نقعد نضيف غير في الصفر، أضيف الصفر. 40 قسمة 6 6، 6 في 6 36 4 يبقى 4، أضيف صفر نقارن نضيف الصفر. إذا نحن وصل بهذه الطريقة ترجع يعني غير منتهية. إذا نحبس هنا، يكتفي بثلاثة فقط. إذا ما هي القيمة المقربة إلى 1%؟ 1% يعني جزء من 100، جزء من 10 وجزء من 100. لاحظوا هي 24.16، عدنا جزء من 10 عدنا جزء من 100، إذا مقربة إلى جزء بالمئة بالزيادة، يعني نزيدوا تولي 24.17. هذه هي جزء بالمئة بالزيادة، 6 ترجع 7. جيد، ثانيا هنا قالوا لنا احسب، اذا هنا نحسبوا عادي، 6 ضرب 1 على 5 تساوي، اذا 6 في 1 6 على 5 يساوي 6 على 5، وثانيه 4 على 3 ضرب 2 على 5 تساوي، نضرب هذه ونضرب هذه، الضرب في القسمه عادي سهل، 4 في 2 6 8 عفوا، و 3 في 5 15 تساوي 8 على 15. الثانية 13 على 5 ضرب 4، 4 هي 4 على 1 تساوي، يعني 13 نضربها في 4 12 4 5 52، 5 في 1 5 في 52 على 5. ثالثا أعطي حصرا إلى الوحدة، لاحظوا حصرا إلى الوحدة، ما معنى ذلك؟ يعني نجيب هذه 145 نقسمها على 145 نقسمها على 6 وتساوي 14، انا قاسمينها هذه هي، اذا 24.16 هذه هي. اذا كيفاش ندير؟ ندير 145 كيفاش ندير الحصر على 6؟ ندير الحصر بهذه الطريقه، اذا هنايا يكون عدد اكبر عفوا اصغر من هذا وهذا اصغر من هذا، اذا هنا ندير 24 فقط، نحي الفاصلة، يعني 24 صغير على 24.16 أو 24.17، ندير غير 24 وهنا نكبرها ندير 5 عفوا 25. إذا 24 راها صغيرة على هذه على 145.6، خاطر 145.6 هي 24.166، عاد نزيدو لاحظتو، دوك 24 راها صغيرة على هذه، هنا فيها الفاصلة، و 25 ندورو على الوحدة 25، إن شاء الله تكونوا بركاتو. نواصل. إذا قالوا لنا أنجز عملية القسمة العشرية للعدد 34.9 على 14، أربع أرقام بعد الفاصلة، إذا حنديروا أربع أرقام وراء الفاصلة، هم راهم حدينا. أكمل الحصر التالي بعد بعددين طبيعيين، ثم هات القيمة المقربة الجزء بالألف بزيادة وبزيادة وبالنقصان لحصر القسمة 34.9 على 14. إذا رانا نبداو نقسمو 34.9 قسمة 14، إذا نلاحظوا هنا لازم نحو الفاصلة،
هذه فاش نضربوها؟ نضربوها في 10 اذا تولي 349، وهنا اضيف الصفر، غادي نضربها في 10 اضيف الصفر، يعني تولي 349 على 140. ضربناها للزوج، ضربناهم في 10، عيب 34.9 ضرب 10 على 14 ضرب 10، كما نضرب هنا الفوق نضرب هنا التحت، اذا هنا ضربناها في 10 رجعت 349، هنا ضربناها في 10 رجعت 140. اذا هذا الشيء مفهوم. يلا نبدا نقسم. عندي هذه كامل نقسموها على 140، عندنا جات جينا جينا كنديروا 3 3 في 0 0 3 في 4 12 جينا كبيره 3، اذا نديروا 2 2 في 0 0 9 ناقص 0 تبقى لي 9 2 في 4 8 14 هنايا باسكو عندي 8 راها كبير، دوك انا نستحفظ بالواحد تولي 14 ناقص 8 6 2 في 1 2 1 3 يبقى 0. اذا ديروا بهذه الطريقه او ديروا بطريقه تحكم، يعني 39 قسمت 140، يلا نديروا 2 نديرو 2 في 0 0 2 في 4 2 في 4 8 2 في 1 2 وندير ناقص 9 ناقص استحفظ وارد 14 ناقص 8 6 هنا 0. يعني كيف انا باش فقط باش ما نطولش نديرها مباشره، نعاودها لكم يعني ديروها مباشره احسن، تعلموا ديروا القسمه تاعكم مباشره. يعني 349 قسمة 140 هي 2، 2 في 0 0 9 كي نقص منها 0 يبقى لي 0 بالنظام، انا نضمو 2 في 4 8 4 ما نقدروش نقصوا منها 8، دونك نستحفظ بالواحد تولي 14 14 ناقص 8 تبقى لي 6، 2 في 1 2 والواحد هذا اللي استحفظنا به هو 3 3 ناقص 3 يساوي 0 9 عفوا في 0 0 9 ناقص 0 9. اذا نواصل 0 اضيف فاصل خاطر ما عنديش واش نزل. اذا نجعل فيها 5 5 في 4 5 في 4 20 يجيني 4، 5 يجي كبير، 4 في 0 0 من 0 يبقى 0، 4 في 4 16 من 19 تبقى لي 3، 4 في 1 4 والواحد 5 6 ناقص 5 يبقى لي 1، اضيف الصفر 1300 قسمه 140 8 8 في 32 9 9 في 4 50 13 8 8 في 0 0 من 0 يبقى 0، 8 في 4 32 من 40 يبقى لي 8، 8 في 1 8 و 4 12 يبقى لي 1، لا ديرو 9، 9 في 0 0 من 0 يبقى 0، 9 في 4 9 في 4 شحال 36 من 40 يبقى 4، 9 في 1 9 و 4 13 من 13 يبقى 0، إذا يبقى لي 40، إذا 9 ماشي 8 عفوا والله عفوا 9. هنايا شندير قال لك أربعة أرقام، إذا أضيف الصفر باش نزيدو، يعني غير في رقمين، 400 قسمة 140 شحال تجيني؟ 3 3 في 3 في 4 12، إذا 2 2 في 0 0 من 0 يبقى 0، 2 في 4 8 من 10 يبقى 2، 2 في 1 2 3 يبقى 1، اضيف الصفر تولي 1200. انا غير ثلاث ارقام لازمنا رقم، قلنا 4، 1200 قسمة 140 9 جنة كبيرة 8، 8 في 0 0 يبقى 0، 8 في 4 32 من 40 يبقى 6، من 40 يبقى 6، 8 في 1 8 4 12 يبقى 0 60. اذا هنا نكتفي 2، اذا 2 فاصل
4928، هذه أربعة أرقام وراء الفاصلة. الآن أكمل الحصر بين عددين طبيعيين. إذا الحصر اللي هو 34.9 قسمة 14، إذا نديرو الحصر لازم هنا يكون أصغر، هنا نديرو 2 مباشرة، 2 راها صغيرة على هادي، هادي قسمة هادي هي 2 فاصل ماشي 2 وحدها، هنا 3 هي عددين طبيعيين. هات القيمة المقربة إلى 0.001 يعني بالزيادة وبالنقصان، إذا بالنقصان هنا جزء من ألفا، 0.001 جزء من ألف، بالنقصان تجيني 2 بالنقصان، بالنقصان تقعد كيما راهي 2.492، 492 هذا بالنقصان. أما بالزيادة نزيدو، بالزيادة نزيدو 2.49 وهنا نديرو 3، هذه هي الله تكونوا فهمتوني. هذه يا أطفالي، إذا خليكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.